السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وفيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن الخدع السينمائية في الأفلام اللي احنا بنشوفها كلها، وإزاي مثلا بتر بيبقى موجود في عضو من الأعضاء أو قطع في وجه مثلا أحد الفنانين أو أفلام كتير جدا من الأفلام الرعب اللي احنا بنشوفها. هنشوف النهاردة إزاي إن الحاجات دي كلها بتتنفذ بتفصيل، خليكم معانا. طبعا بأدوات بسيطة ممكن في البيت عندك، اللي هو الفازلين والدقيق والفاونديشن اللي هو بتاع الميك اب الناس السيدات بيستخدموه. هتجيب جزء من الفازلين وبرضو قطعة تانية من شوية دقيق، وهنبدأ نخلط المادة دي كلها ببعض. والفاونديشن اللي هو علشان يجيب درجة اللون بتاع البشرة بالظبط، لان طبعا كل فنان بيختلف لون البشرة بتاعته عن الفنان التاني، فتبدأ تفتح او تغمق المادة اللي انت عايزها. بعد ما بنوصل لدرجة اللون اللي احنا محتاجينها من المادة اللي احنا خلطناها، بنبدأ نفردها على الجزء اللي احنا محتاجين ان احنا نعمل عليه النحت. بنجيب قطعة من الورق وبتبدأ تخفي الجزء اللي انت محتاج تخفيه، وبنبدأ نفرد المادة اللي احنا قلنا عليها الوقتي اللي هي من الفازلين والدقيق والفاونديشن. وبعد كده بتبدأ تنحت المادة، بتبدأ تنحت الشكل اللي انت محتاجه، طرف بسيط جدا كأنه صلصال، كأنه جزء من الصلصال. ونبدأ نشتغل اهو، بتنعم الاطراف طبعا بحيث انها يعني تبقى يعني ماشية مع لون البشرة بتاعتك. طبعا كل ما تحاول ان انت تطلع الحاجة تبقى رياليستيك وطبيعية واقرب للواقع هتبقى تفرق جدا. طبعا ده جزء زي جزء من العظم بيبقى بارز، لان طبعا الصباع مكسور بالشكل ده، فطبيعي ان يبقى فيه جزء من العظم يبقى باين. وبالمواد اللي هي بالميك اب بتحاول ان انت تظبطها يعني، وتنعم الاطراف بالفرشة بالشكل ده علشان تتماشى مع برضو تجاعيد الجلد الحقيقية. درجة الالوان مهمة جدا للون، وانت شغال برضو بتحاول ان انت تقرب لون البشرة بالشكل ده عشان تبقى مناسبة جدا. بتحاول ان انت يعني اي قطعة قطن، قطعة الكتان او حاجة خفيفة خالص، قطعة شعر يعني كده، بحيث ان الاطراف والتجاعيد اللي هي بتبقى موجودة، الاهداب اللي هي بتاع الجلد او الاطراف بتاع الجلد، بتحاول ان انت تظهرها بشكل كويس. طبعا اثناء النحت بيبقى فيه مثلا الاطراف التفاصيل اللي هي البسيطه دي، مثلا يبقى فيه تورم مثلا حوالين، مش معقول هيكون الصباع ده مبتور وما فيش اي تورم حواليه، فالتجاعيد دي بتبقى مهمه جدا ان انت تضيفها وانت شغال عشان تطلع الصوره بشكل امثل. طيب الصباع المبتور ممكن برضو تبدا تنحت الجزء من الصابع، او تشوف ان انت اي برضو الاصابع اللي هي جاهزه بلاستيكيه وتحاول ان انت تقطعها بحيث انها تبقى تتماشى مع حجم برضو الجزء المبتور من الشخصيه اللي انت هتعملها. دي حاله من الحالات اللي انت مثلا عايز تعمل جزء تشوه موجود على الجزء العلوي لليد، فبتبدا ان انت تحط الماده اللي احنا عملناها على الجزء العلوي من الايد، فبتبدا تحط الفازلين والدقيق الماده اللي احنا عملناها. الاطراف مهمه جدا، التنعيم الاطراف علشان تبان ان هي رياليستيك وتبان ان هي طبيعيه، ومهم جدا جدا درجه اللون، لان الموضوع ده بيبين اذا كانت الموضوع فيه اخطاء او ان انت بتطلع حاجه بروفيشنال. بعد كده جبنا العيدان اللي هي بتاع الودان، تنظيف الودان دي، وبنبدا نحطها على الجزء اللي احنا عايزين نكشفه. ده بيبين يعني ايه، كانه جزء من العظم باين، وبنبدا نفرد برضو حواليه الماده اللي احنا عملناها. التلوين، تلوين الاجزاء المخفيه، الجزء العلوي غير الجزء اللي فوق، فده مهم جدا جدا اثناء برضو نحت اي حاجه انت بتعملها. اي جزء من الجلد طبعا بيتقطع بيبقى باين ليه اطراف بسيطة جدا، فالقطن لما بتبدأ تغطيه بالدم او بالشكل ده بيبدأ يظهر معاك رياليستيك اكتر، وبيبان يعني ايه بشكل احترافي اكتر. تجلط الدم بيبقى ليه شكل معين، طبعا لو انت حطيت القطن وحطيت عليه الدم وبعدين بدأت نحط المادة اللي احنا عملناها، فهتبص تلاقي باين اللزوجة باينة جدا، وهتحس ان الموضوع بيبقى رياليستيك اكتر. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده، كان معكم عبد الرازق مغاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير للفيديو وسبسكرايب للقناه. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.